أزمة إن المسلسلات إحنا بنعملها في شهر شهرين قبل رمضان بالظبط، والتصوير شغال حاليا حاليا في بعض المسلسلات شغاله طبعا، المسلسل بتتعرض والحلقات في حلقات لسه متسلمه امبارح بس مع عرضها ومتسلمه النهارده، لا كتابه ورق وفي حلقات بتسلم لسه ورق لغايه دلوقتي بيتسلم كده يعني لسه ورق، هم مش عارفين ان رمضان كأنهم يعني كمان كذا كأنهم بسبب فاجئنا ان رمضان بعد 7 شهور بسبب دوره راس المال، بسبب الفلوس اللي متاخره للحظه الاخيره. انا كمنتج ما بغامرش بفلوسي، ما بشتغلش بفلوسي انا واصرف واستنى القنوات تشتري، انا بستنى اتعاقد مع قنوات بقول لهم انا عندي النجم فلان الفلاني او معاه مجموعه النجوم كذا، فبناء عليه القناه بتشتري عمل، ما بتشتريش بحلقات متشافه ولا مقريه حتى، بتشتري باسماء وثقه في شركه الانتاج والنجم نفسه. والقنوات ما بتشتريش بفلوسها، القنوات بتشتري بفلوس المعلن، لسه مستني يتعاقد، والمعلن ده هيجي عن طريق شركة هي لفة أصلا شركات شركات الإعلانات الكبيرة، الوكالات الضخمة اللي بقت مسيطرة على جزء كبير من السوق، ففي الآخر كله بيشتغل بفلوس الإعلانات اللي هي جاية اللي هتيجي برضه من المشاهد في الآخر، يعني المشاهد اللي هيدفعها في المنتج. فهي دي أزمة رأس المال، إن المنتج لو بيشتغل بفلوسه هيبقى عنده فرصة، أنا عندي طول السنة أشتغل فيها في مسلسل أنا متعاقد عليه، عارف أنا متعاقد مع النجم السنة اللي قبلها وأنا عارف إنه هيبقى عندي في رمضان 2017 يعني أنا بتنبأ لك من دلوقتي رمضان 2017 مثلا الشركة الفلانية متعاقدة مع النجم الفلاني، ولو كده هيبقوا بيصوروا في رمضان برضه لانه في انتظار الفلوس اللي هتيجي لهم في اللحظه في اللحظه الاخيره. بالشكل ده يا استاذ مصطفى في بعض المسلسلات لو بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه هتبقى متكلفته يعني بسرعه مسلوقه مش معموله بشكل كويس. هو في انت دلوقتي انت شغال عشان يلحق ان هو يذيع لانه بيصور في قلب رمضان، في مسلسلات شغاله بوحدتين تصوير او 3 وحدات تصوير بثلاث مخرجين في مسلسلات لوكيشن مفتوحين يعني في 3 لوكيشن مفتوحين اللي هنا تصوير ديكور بيت زين، ففي مشاهد الفلانيه، ففي 5 6 ممثلين هنا ماشي، في الخارجي في مشاهد كذا، ففي 5 6 ممثلين كمان.